بس كده كله تمام. انا اسفه والله العظيم يا دكتور، انا حاسه بالذنب. لا لا، تحسي بالذنب ايه؟ مش احسن ما كنت تتعكي فيها لوحدك؟ طب حضرتك ممكن تنشف نفسك بس؟ لا مفيش داعي، انا هدخل على الشقه على طول. لا معلش، نشف نفسك بس كده من بره عشان تاخدش برد. عشان خاطري انا اسف. عشان خاطرك انت بس والله. كتر خيرك والله. حلو قوي النوت بوك دي على فكره، لونها عاجبني قوي. اه طبعا لازم تعجبك، اصلها ذوق نوار. نوارة اللي اديتها لك؟ اه يعني هي كانت مشتريه منها اتنين، فقلت لها انها عاجبني فادتني واحده. طيب هي ما سابتليش حاجه معاكي؟ سابت لك حاجه يعني زي ايه يعني؟ رسائل، زي رسائل يعني. رسائل؟ انا مش فاهمه حضرتك تقصد ايه بالظبط، بس لو عايز تاخدها عشان تبقى ذكرى منها خدها، انا ما استخدمتهاش كتير. طب هنا ينفع ابص عليها؟ اه ممكن يعني، بس اصل هي فيها شويه حاجات شخصيه يعني، بس انا مش عارفه هتعجبك ولا هتعجبني. لا هتعجبني، اي حاجه مكتوبه في النوت دي هتعجبني. ماشي. رسوماتي هواية عندي من وانا صغيرة، ودلوقتي يعني باخدها بشكل احترافي اكتر. استاذ عماد، هو انا لو قلت لك اني كنت بصلح الماسوره هتصدقني؟ وكمان الفوطه بتاعتي. وانت مالك اصلا؟ لا 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 يا مدام جهان، لا بصراحه الاستاذ عماد عنده حق يعني، طبعا يعني دي فوطه برضه يعني. انت تسكت خالص، انا عايز افهم ازاي دكتور محترم يقبل على نفسه يقف مع واحدة مطلقة في بيتها لوحديهم. لا حضرتك فاهم غلط، أنا كنت جاية أصلا. يا دكتور حضرتك بتبرر لمين أصلا؟ أنت مالك أصلا ومالي؟ أديك قلت مطلقة، يعني أنا مش على ذمتك، يعني أنت مالكش دعوة بيا أصلا. حتى لو مش على ذمتي وده شيء يسعدني ويشرفني، تنسي اللي في بيننا بنات؟ فاهمة يعني بنات ولا لا؟ لا يا حبيبي أنا مش ناسية، شوف مين فينا اللي ناسي في بيننا بنات. كده واضح إن الموضوع دخل في مسائل شخصية وعائلية وانا ما يصحش ابقى موجود، فبعد اذنكم. راح فين يا بيه؟ كويس انك عارف اللي يصح واللي ما يصحش يا محترم. لا هو محترم غصب عنك على فكره، الدكتور اللي انت عملت لقح عليه ده كان بينقذنا وينقذ البيت لحسن يغرق من ماسوره المطبخ اللي سربت، بدل ما احنا نتبهدل هو اتبهدل. ونعمل بهدله بصراحه. على العموم انا ما يهمنيش قرفكم، انا يهمني البيت والبنات. انا مش هستحمل ولا كلمه زي السم تاني من اللي كنت بسمعهم. وبعدين انت بتيجي البيت هنا ازاي من غير ما تقول الاول؟ انا مش جاي اتملى في حسن جمالك ولا في حسن اخلاقك، انا جاي عشان امي قالت لي انك كلمتيها وقلت لها البنت تعبانه، جاي اطمن عليها. طبعا لازم تتعب وتروح لدكتور نفساني من عمايلك السودا. بص يا استاذ عماد، الموضوع باختصار. انت تخرس خالص، انت ليك عين تتكلم؟ انت عندك اثر ريحه الدم؟ ده انا داخل لاقيك واقف معاه. ما كفايه بقى، كفايه. لحظه بقى يا مدام جهان، اسمع يا جدع، انت انا استحملت منك جليطه وقله ذوق ملهاش مثيل، وانا كل ده بس عامل حساب للجيره والعشره اللي بينا، لكن قسما بالله لو غلطت غلطه واحده تانيه لهعرفك شغلك. تعرفني شغلي؟ انا بقى اللي هعرفك شغلك. دكتور يوسف.